عشرات القتلى في هجمات جديدة إسرائيلية على الساحة السورية. إذا فاد المرصد السوري بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على حلب إلى 42 خلال استهداف مواقع بالقرب من مطار حلب الدولي في سوريا. هذا فيما أعلن حزب الله مقتل 5 من عناصره في هذه الضربات. وقال المرصد السوري أيضا إن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني قرب مطار حلب الدولي. وكثفت إسرائيل من استهدافاتها ضد حزب الله والحرس الثوري الإيراني في سوريا منذ 7 أكتوبر مع تغير ملحوظ في النهج، حيث باتت تسقط أكبر قدر من القتلى بعد أن كانت تستهدف قبلها البنى التحتية والشحنات وتتفادى إسقاط قتلى. أمر دفع إيران إلى سحب كبار ضباطها من سوريا في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى قال الجيش السوري إن هذا الهجوم الإسرائيلي الأخير تزامن مع هجوم بطائرات مسيرة عن بعد نفذته ما قال إنه تنظيمات إرهابية من إدلب وريف حلب الغربي. مزيد من المتابعة مع مراسلنا من القامش اللي ينضم إلينا في هذه الأثناء هجار السيد. هجار مرحبا بك معنا. إذن ماذا في المتابعة والتفاصيل عن هذين الهجومين؟ نعم، بالفعل ارتفع عدد القتلى منذ الصباح، كان 30 عنصرا من قوات الجيش السوري، الآن وصل عدد القتلى إلى نحو 43 عنصرا من بينهم 6 من حزب الله اللبناني و1 من الميليشيات الإيرانية جراء الاستهداف الأخير من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مواقع بالقرب من محيط مطار حلب الدولي، حيث استهدف مستودعا للصواريخ في منطقة السفيرة الواقعة شرقي الحلب. وبحسب المعلومات سمع دوي انفجارات ضخمة جراء استهداف صواريخ وتم تفجيرها في تلك النقطة، وأيضا تم استهداف عدة نقاط في محيط مطار حلب الدولي، وأيضا تم استهداف منطقة جبرين والتي تشغله حزب الله اللبناني مقرا له رئيسيا في تلك النقطة. دائما ما تتمركز الميليشيات الإيرانية بالقرب من المطارات وأيضا في تلك المنطقة، وذلك بسبب سهولة ودخول وهبوط شاحنات تصل إلى تلك المنطقة التي تأتي من مطار دمشق الدولي وتنزل في تلك المنطقة، لذلك تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية. وتزامن كل ذلك بهجوم آخر في نفس الوقت على منطقة السيدة زينب. بحسب المعلومات تم استهداف مقرا للحرس الثوري الإيراني، وبحسب وكالة السورية للأنباء سانا أكدت بإصابة 6 عناصر من الميليشيات الإيرانية في تلك النقطة، وأيضا كان هناك تصعيد عسكري آخر قبل نحو 48 ساعة، أيضا استهدفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع مختلفة تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة دير الزور والميادين والبوكمال. أيضا تزامن كل ذلك باستهداف هيئة تحرير الشام المتمركزة في منطقة إدلب باستهداف عدة نقاط تابعة للجيش السوري، ولكن لم يتسنى لمن معرفة ما إذا كان هناك إصابات بين صفوف الجيش السوري جراء استهداف مسيرات تابعة لهيئة التحرير الشام استهداف لعناصر من الجيش السوري. شكرا جزيلا لك إذن على كل هذه المتابعة هجر سيد مراسلنا من القامشلي.